يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يتكلم كثير من الناس في بعض دعاة البدعة وخوارج هذا الزمان بالقدح وتبيين أخطائهم، فهل يعتبر هذا من الغيبة لهم؟ إذا حصل منهم شر وفتنة فلا بد أن يفضح أمرهم ويبين مخازيهم من أجل أن يحذرهم الناس. إذا حصل منهم تعدي على الناس وشر على الناس فلا بد من كشف عوارهم لأجل أن يحذرهم الناس. أما إذا ما حصل منهم شر، إنما شيء في قلوبهم واعتقدوه في قلوبهم ولا حصل منهم شر، فإنهم يتركون ولا يتعرض لهم. والعلماء يقولون من اعتقد مذهب الخوارج ولم يحصل منه شيء يترك، أما إذا حصل منه شيء فلا بد أن تكف يده، لا بد أن يقاتل، لا بد أن يوقف عند حده. نعم.